مؤسسة الإسمنت اليمنية وصلت إلى مرحلة العجز عن دفع رواتب موظفيها وكذلك رواتب الموظفين والعمال في مصانع إسمنت عمران والبرح وباجل حسب مصادر للعربي الجديد، فيما تواجه أكثر من 15 مؤسسة حكومية خطر الإغلاق جراء نفاد ميزانيتها وعدم قدرتها على دفع الرواتب، كما أغلقت أكثر من 10 جهات حكومية ولم تسلم رواتب موظفيها منذ شهرين. موظفون في وزارة الكهرباء قالوا إنهم بدون رواتب منذ 3 أشهر، وإن جماعة الحوثي طلبت منهم تحصيل فواتير الكهرباء لدى المواطنين، وهو ما رفضه الموظفون كون خدمة الكهرباء منقطعة منذ أكثر من نصف عام. في السياق ذاته أصدرت ما تسمى اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي قرارا بوقف رواتب موظفي سفارة اليمن في بريطانيا وسبع سفارات أخرى، ويبلغ عدد موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري نحو 1.2 مليون موظف. خبراء اقتصاد أكدوا للعرب الجديد إن موازنة اليمن التي تقترب من 13 مليار دولار لم يتبقى منها سوى 180 مليون دولار، متوقعين انهيارا ماليا سريعا في غضون شهرين إذ لم يكن هناك دعما للموازنة، فاليمن يتجه إلى كارثة يمكن أن تنعكس سلبا على موظفي الدولة بشكل خاص وعلى المواطنين بشكل عام.